لعبنا البيتا يا شباب، وخلاص فاتت الايام اللي هي بتاعت الاوبن بيتا، وبعد كده الايام اللي هي كانت الايرلي اكسس، وده الانطباع بتاعي عن البيتا. كمل الفيديو ده عشان تعرف كل حاجه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بصوا يا رجاله، احنا الحمد لله لعبنا البيتا وعملنا تيست على كل حاجه، طبعا الاومني موفمنت، وعن طبعا بلاك اوبس عموما بشكل عام ليها طابع مميز، ليها تحس ليها جرافيك مميز، ليها الاسلحه بتاعتها مميزه، طريقه الضرب بتاع الاسلحه، كل حاجه فيها بتبقى مميزه. هي ترايرك عموما كشركه، شركه معروفه من زمان ان هي شركه تقيله جدا في المجال ده. فاحنا دلوقتي بنتكلم في الجزئيه بتاعت البيتا، ايه الانطباع بتاعي عن البيتا. بصوا يا شباب، البيتا انا استمتعت بها جدا. الاومني موفمنت حاجة جميلة جدا. انا كنت عملت تيست اصلا عن الاومني موفمنت، حاجة زيها كده، في انريل انجن 5. كان واحد صاحبي بيعمل سوفت وير، يعني بيعمل حاجة كده، بيجرب جيم كده تمبلت على الانريل انجن 5، فهي كانت حاجة مقربة للاومني موفمنت قوي. فالموضوع الصراحة لطيف جدا، يعني الموفمنت دي جميلة، اللعبة احساسها سريع جدا، انا كنت مستمتع جدا بموفمنت في اللعبة. هما كانوا عاملين الاول في الايرلي اكسس كانوا عاملين 20 ليفل، ولما بقت اوبن بيتا فتحوا دبل اكس بي للاسلحه عشان تلفل بسرعه عشان تقدر تجرب السلاح، وعملوا زودوا الليفلات، بدل 20 ليفل خلوها 30 ليفل. انا لعبت في الايرلي اكسس ولعبت في الاوبن بيتا. بصوا يا شباب، الصراحه هي الجيم جميله جدا. هل انصحك انك تشتريها كحاجه جديده كنوع من التغيير والحاجات دي؟ انا انصحك انك تجربها. انا عن نفسي رايي الشخصي انا انصحك انك تجربها، لان هي فعلا ترايرك عمرها ما عملت جزء وحش. انا بالنسبه لي حتى الجزء بتاع كل دور هو احلى جزء نزل لحد دلوقتي، واللي عايز يتكلم يتكلم يا جماعه، احلى جزء نزل من 2020 من ساعه كورونا لحد دلوقتي هو كل دور. امتع جزء نزل سواء مالتي او زومبي. المالتي بتاعه كان غريب شويه كموفمنت، ولكن كان منطقي، كان واقعي. حتى انك تموت حد قدامك كان بياخد وقت، الكور كان بياخد وقت. هنا واخده الطابع بتاع مودرن شويه، هنا في 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 البيتا بتاعت بلاك اوبس 6 واخده الطابع بتاع مودرن شويه. انت بتموت بسرعه، انت بتموت بسرعه، وساعات بتموت ببطء جدا، يعني انت بتقتل ببطء جدا. ده فرق بينج يا شباب. احنا المشكله في السيرفرات، حتى لو استخدمت في بي ان او استخدمت حاجه نفس القصه، الناس اللي داخله قدامك بنجاتها في الارض، العيال بتبقى بنجات 2 وبنجات 3 وبنجات 9، انت بنجك مثلا 50. طبعا السيرفرات بتاعت البيتا معروفة انها بتبقى قليلة، مش كتير، مهما كان عددها مش هيبقى زي ما اللعبة تعملها لانش، لانها السيرفرات لسه. فهتلاقي اللي بيلعبوا معاك كلهم قريبين من السيرفر مثلا، وانت يا باشا احنا طبعا عشان بنلعب على سيرفرات اوروبا فبنلبس في القصة دي. الجيم احساسها ايه كمالتي؟ لا، الاحساس ممتع الصراحه. الموفمنت مخلياك تعمل حاجات غريبه. في فيلد ابجريد كانوا منزلينه اسمه سليبر ايجنت. يا جدعان الفيلد ابجريد ده انا متاكد انه هياخد نرف، انا واثق. الفيلد ده مش طبيعي، هو بيشحن ببطء، ولكن لما بيشحن انت بتتحول، اسمك بيظهر زي الناس اللي في التيم اللي قصادك، يعني اللي في التيم اللي قصادك بيبقوا شايفين فوقيك علامه كانك معاهم وانت عمال بتموت فيهم عادي جدا. فدي كانت فيلد ابجريد ممتعه جدا، بس انا اعتقد ان هم يعملوا لها بالانس، مش نرف، يعملوا لها بالانس. يعني ممكن المده اللي هي بتقعدها تبقى قليله، او الشحن بتاعها يبقى ابطا، بس مش تبقى منطقيه. هي ممكن يقللوا المده اللي هي بتقعدها، تبقى تخلص بسرعه. هي لازم بالانس، يقللوا شويه من ده ويقللوا من ده. يعني مثلا تشحن اسرع سيكا، وفي نفس الوقت المده اللي بتقعدها معاك شغاله اكتف تقل، لان انت كل ما بتقتل هي بتكمل بتشحن، عامله زي ايه؟ زي الديد سايلنس بتاعت مودرن 1 لو بتفكروها. فهي دي الصراحه يعني حاجه جميله بامان الله. يعني في الاسلحه حلوه، في اسلحه بروكن زي التانتو ده هيبقى يعني ده لازم هيتنرف من قبل اللعبه ما تبدا، لان السلاح الصراحه يعني مبالغ فيه جدا. انا بتكلم قبل ما تنزل دي يا شباب، مش اللي هي المالتي، انا بتكلم على الميرج بتاع وورزون. طبعا انتوا عارفين ان الكود نيكست الحدث اللي حصل، والناس كانت بتلعب والستريمرز كانوا بيلعبوا، وطلع الناس جربت وورزون الماب الجديده اريا 99 اللي هي بتاعت نيوك تاون. الناس طبعا اللي كانت بتلعب كل دور او الحاجات القديمه نيوك تاون،
عملوا زي ايه توسيعات كده واخدين من كذا منطقه وعملوها مابا اريا 99. المابا في كود نيكست لما كنت بتفرج على اللايف الصراحه كانت لذيذه، يعني واضح ان ايه، واضح ان هيبقى في شغل في المابا دي. المابا على فكره ايحاء، يعني انت في ايحاء كده ان هي صغيره، المابا مش صغيره خالص، المابا كبيره، يعني المابا كبيره، هي على الرسم كده لما جابوها صغيره، لكن انت بتنط من السما كده لا، المابا كبيره، المابا كبيره كبيره. فالواحد متحمس ان شاء الله نجرب ده. توقعاتي ان هم هينرفوا التانتو، انا واثق ان الاس ام جي ده هياخد نرف، لان ما ينفعش تخش الجيم، يعني ما ينفعش الميرج يتعمل والسلاح ده بالقوه دي، ما ينفعش، مش هيبقى منطقي، لانه حرفيا يبين، يعني هو في المالتي انت هتلاقي الناس كلها بتلعب بيه، اللي وصل ليفل 30 السلاح بيفتح ليفل 30 يا باشا، كل الناس هتلعب بيه. لا السلاح مش طبيعي، السلاح مش طبيعي، بيفور في ثواني، فما بالك بقى فور زون. يعني حتى هم لما جربوه فور زون لا كان قوي مش ضعيف، الكود نيكست كان قوي، فده الصراحه مش بالانس، فاكيد هيظبطوا شويه اسلحه، يعملوا بالانس ويعملوا نرفات لحاجه وبفات لحاجه وكده. يعني الاي ارز ما عجبتنيش خالص، يعني انا مش عارف في ايه نظام التلفيل هنا يا شباب، مماثل شويه لكل دور، هو الليفلات عاليه ودي حاجه تضايق، يعني الليفلات عاليه بتاعت الاسلحه وبتاخد وقت، بتفكرني بايام كل دور وفانجارد، فالموضوع ما كانش الطف حاجه كتلفيل، عشان كده هم لو تاخدوا بالكم فتحوا دبل اكس بي. تمام، نيجي عندنا يا شباب دلوقتي للبركات. بركات طبعا موجود عندك، بركة بتاعت نينجا، البركات دي كلها، كل الحاجات الجميله دي، المفروض ان هم قالوا ان في وور زون هيتعمل دمج للبركات. احنا هنرجع تاني لثلاث بركات مش اربعه، احنا بقالنا سنتين بنلعب باربع بركات، ودي كانت حاجه جميله جدا، وفكره انك تموت بركاتك تقع دي كانت فكره عبقريه، وده الصح. دلوقتي انت هترجع تاني لثلاث بركات، ولكن في بقى تويستايه هنا، في حاجه هم عملوها لطيفه جدا، ان انت ما ينفعش تلغي حاجه مره واحده. هم عملوا ايه؟ قال لك احنا يا باشا هنعمل دمج للبركات. بمعنى ايه دمج للبركات؟ يعني مثلا هيحطوا الكومبات سكاوت مع التراكر، هتبقى برك واحده، هيحطوا مش عارف السلايت اوف هاند مع كويك فيكس مثلا كده، يحطوا بركات مع بعض، وهتقدر ان انت تستاك بركات. يعني ايه تستاك بركات؟ يعني في بركات على الارض عايز تضيفها للي معاك، ضيف تقريبا التوتال اللي يبقى معاك 8 بركات. دي برضو فكره جميله جدا، كانت موجوده ايام ريبرس الاولانيه في الاواخر لو تفتكروا، كان البركات بتبقى على الارض، كنا بنقدر نلم بركات من على الارض، بس ما كانش فيه عدد محدود، يعني لم اي حاجه من على الارض عادي، بس مجرد ما بتموت كل ده راح، انما هنا حاجتك هتنزل تاخدها، فدي برضو هتبقى دي في الجون. الباك باك او الشنطه اللي تقدر تشيل فيها حاجات، النظام ده اتلغى، رجع تاني زي وورزون 1، ما بقاش في حاجه اسمها شنطه. تمام، هو الفلوس والسلاحين او الثلاثه اللي معاك، لان انت هيبقى معاك سكينه دي ثابته بشكل دائم، معاك سكينه، لما بتمسك السكينه بيبقى التكتيكال سبرنت عندك انفينيتي، يعني بتفضل تجري، ما فيش اللي هو بيفصل تكتيكال سبرنت اللي هو كانه زي تعب يعني وبيشحن تاني، لا انفينيتي طالما ماسك سكينه. هل يا ترى ده هيطبق على كل اسلحه الميلي؟ الله اعلم، لان ده لو طبق على كل اسلحه الميلي يبقى ده هتبقى حاجه بروكن، مش هتنفع، لان المعلومه اللي موجوده ان الاسلحه اللي احنا بنلعب بيها دلوقتي هتتنقل كلها هناك، يعني اصبح واحد مثلا ياخد لي تومفا، ولا ياخد لي الجلاديتور اللي هو السكينه الصغيره اللي في الايد دي، ولا اي سلاح ميلي ويفضل يجري بيه تاكتيكال سبرنت انفينيتي، لا طبعا. فدي هنا مش تبقى معمول لها بالانس، دي اكيد هم هيعملوا لها حاجه اكيد. نيجي يا شباب لتجربه الزومبي، انا شفت الزومبي على الكود نيكست برضو، فكره ان هم رجعوا راوند بيست دي حاجه جميله جدا جدا جدا. هل ده معناه ان اللي احنا بنلعبه دلوقتي وحش؟ لا هو مش وحش، ولكن في سلبيات، هو مش وحش خالص ولكن في سلبيات. حته ان انا واخده نظام من الدي ام زد اللي هو انا بموت مت جوه ولا حاجه، ولا اللعبه فصلت ولا اي حاجه، يبقى في كول داون للسلاح ما اقدرش استخدمه الا بعد مده زمنيه معينه، دي حاجه فاشله. كان في كل دور مثلا انك تقدر تعمل ابلاي حاجه اسمها ابلاي بلو برنت، دي كانت عبقريه، وانا جوه الجيم يا باشا لقيت سلاح على الارض ما فيهوش اتاتشمنت، بقوم انا عامل ابلاي بلو برنت. يعني ايه؟ كنت بدوس ستوب كده، بدوس اسكيب واختار ابلاي بلو برنت، بختار يا اما لود اوت انا مسيفه، يا اما بلو برنت انا شاريها، وبيبقى ده السلاح اللي في ايدي، بلعب باللود اوت بتاعي، مش محتاج بقى اقعد احور.
العب بسلاح ليه ما فيهوش حاجه. فدي كانت نقطه برضو مميزه جدا في كل دور، واتمنى ان انا اشوفها ان شاء الله في بلاك اوبس 6. الواحد يتمنى ان نشوف ده في بلاك اوبس 6. المابا كانت شكلها لذيذ، الكيل ستريكس اللي حطوها جديده في الزومبي كانت لذيذه، في شويه حاجات كده ضافوها جميله جدا الصراحه. الواحد كان مستمتع وبيتفرج على الزومبي، لان في الغالب انت هتخش ما بين مالتي وزومبي عشان تلفل الاسلحه بتاعتك، الجرايند بتاع الكاموز. وطبعا انتوا شفتوا الكاموز الجديده اللي نزلت يا شباب، الكاموز في منتهى الروعه، الكاموز جميله جدا 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 جدا. يعني انا شفت الكاموز اللي فاتت كلها حاجه، والكاموز اللي جايه في اللعبه الجديده دي حاجه تانية خالص. ترايرك زي ما قلنا من الاول طول عمرها في الحاجات دي صراحه مميزه، الدارك ماتر، دارك ايثر، كل الكلام ده، دي كانت كاموز تحفه. عشان كده انا لازلت بقول ان هي احسن جزء نزل لحد اللحظه دي كان كولد وور، واتمنى ان بلاك اوبس 6 تبقى احسن كمان من كولد وور. تجربه المالتي بوجه عام كانت تجربه جميله جدا، كان في مبات صغيره في حاجه اسمها فيس اوف، كان في ماب اسمها بيت، ماب اسمها جالا، اتمنى ان دول يبقوا موجودين او في مبات زيهم كده موجوده، وكارياتا تبقى ثابته في المالتي، لان بالشكل ده الواحد الصراحه مش هيزهق انه يفضل يلعب فيس اوف، هتنجز اسلحتك وتنجز حاجتك مبات صغيره جدا 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 وفي السريع، واي سلاح هيمشي فيها، اي سلاح ايا كان هو ايه، حتى السنايبرات ماشيه فيها. فالصراحه دي حاجه جميله. عندك الكارياتا الكور العادي، انا كشخص يا شباب انا ما بلعبش كور خالص، انا بخش هارد كور، هو موتك من طلقه، موتني من طلقه، موتك من طلقه، علشان فرق البنج. لان انت مهما تعمل يا شباب، مهما تعمل، شغلت في بي ان ما شغلتش باشا، اللي قدامك بنجه قليل، هو انت هتلبس، هي يعني طالما بتلعب كور هتلبس، انما الهارد كور 50-50 50-50، انا يا يكون انا ضارب مسبق يا انت هتموتني. هنا ما بتبقاش انت دمك محروق، انما دمي يتحرق امتى؟ في الكور، افضل اضرب على واحد ابص الاقي نفسي مت عشان فرق البنج. فهي دي بس النقطه يا شباب في حته المالتي عموما. ايه تاني ممكن نتكلم عنه؟ قلنا نظام البركات نظام لذيذ جدا، وواحد متحمس للنظام بتاع وور زون اكتر طبعا من النظام بتاع المالتي. الموفمنت مفيش بعدها، الموفمنت دي تحفه، هي هتاخد وقت شويه شباب عشان تتعود عليها، عشان برضو نتكلم بصراحه، ان هي انت مش اول ما هتخش هوبا انا تمام، لا، في شويه سيتنجز هتظبطها، لان انت تقدر انك تعمل امبورت او ان انت تاخد السيتنجز بتاعت الجزء اللي قبله اللي عندك، ده متاح في كود بقاله فتره الموضوع ده، يعني ده في كول اوف ديوتي متاح، خش على السيتنجز وتكتب في السيرش، تكتب امبورت، هيطلع لك امبورت فايلز، يقول لك انت عايز تجيب الفايلات السيف او السيتنجز اللي انت عاملها من اللعبه اللي فاتت، قول له اه، بس خلاص هتعدل بس انت شويه حاجات وخلاص. انما بلاك اوبس لا، نظام الموفمنت مختلف، في حاجات انت هتغيرها، وفي حاجه في اوبشنز جديده اصلا محطوطه انت ساعتك لازم هتستخدمها. فده الموضوع يا شباب، وباختصار بسيط جدا ده كان الكلام عن بلاك اوبس. ويعني انا عن نفسي الصراحه ارجح ان انت تجرب اللعبه، تديها تجربه، طبعا اوبن بيتا اكيد في ناس كتير جربتها، ارجح ان انت تدي تجربه للعبه وتشوف ايه دنيتها، لان فعلا اللعبه تستحق. يعني ده يمكن اول جزء من سنين ينزل يستحق صراحة. يعني MW2 كانت فقدان امل تام، MW3 كان شغال، انت كنت بس مبسوط ان الموفمنت رجع التاني، فكنت منفط خالص بقى لأي حاجة. بلاك اوب 6 لا، اللعبة دي تستاهل، اللعبة دي فعلا انا كنت مستمتع بيها. فده كده باختصار كل حاجة انا خطها في البيتا، ورأيي متواضع طبعا عن البيتا دي، حاجة في الاخر يا جماعة ده رأيي الشخصي، شوف انت حابب ايه، دي حاجة راجعة لك. انا عن نفسي جبت اللعبة ومبسوط بها جدا الحمد لله، وبإذن الله المفروض ان اللعبة هتنزل تقريبا في شهر 10 حاجة زي كده، او اخر 10 او 11، وفي الغالب المرج بتاع وور زون بيبقى بعدها بشهر، ده بنسبة كبيرة جدا، يعني ممكن يبقى اخر 11 او اول 12 زي ما بيعملوا كل مرة. فخلينا ما نستبقش الاحداث، ده كده كان الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب، اي حاجه عايز تعرفها سيبها لي تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. الحمد لله يا جماعه وصلنا لحاجه كويسه جدا، وده بفضل ربنا وفضل وقفكم جنبي. كل اللي انا عايزه منك انك تعمل لايك عشان خاطر اليوتيوب يزق المحتوى بتاعي باذن الله، ونوصل لناس جديده ونكبر العيله بتاعتنا. اتمنى مشاهده ممتعه ليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.